معكم ميثود إثراء، وهي طريقة إثراء الرصيد اللغوي في تعلم اللغة العربية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة. الآن سنستأنف درسنا التعبير، وسنأخذ الدرس السادس والعشرين، الدرس السادس والعشرين على مائدة الطعام، على مائدة الطعام. طيب، سنعرض عليكم الدرس. طيب، هذا هو الدرس. هل صوتي مسموع؟ مسموع. نعم مسموع، الحمد لله. طيب، مسموع الحمد لله. وهذا ممكن هذا الدرس الأخير، لكن سوف نأخذ درسين، حتى بقي عندنا فقط يعني تقريبا أربعة دروس، وإذا أخذنا درسين إذن بقي درسان، لكن ممكن أن نسير على عجل أو بسرعة لا بأس. طيب، فالآن على مائدة الطعام، الكلمات الجديدة: تكريم، صف، يصف الكراسي، وزع، يوزع حافلة أي مليئة، الفاصوليا، البامية، الملوخية، الخس، الجزر، الموز، البرتقال، العنب، التفاح، اليوسفي، البطيخ، ممكن نقرأ كذلك يعني البطيخ، النشويات والسلطة. الحوار: وفي اليوم التالي أعد حمد وليمة كبيرة تكريما لإبراهيم، فاجتمع الأقارب والأصدقاء في حجرة الطعام، وضعت مائدة كبيرة في وسط غرفة الطعام، وصفت حولها الكراسي، ووضعت فوقها أصناف مختلفة من الطعام، ووزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها. كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام كلحم الغنم والسمك والدجاج وأنواع من النشويات كالرز والخضروات كالفاصوليا الخضراء والبامية والملوخية. هذه هي الصور، تأتي بالصور. درس. وكانت السلطة من الخيار والخس والجزر والطماطم، ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهة كالبرتقال والتفاح والموز والعنب واليوسفي والبطيخ، فأكل الجميع منها وحمد الله، ثم شرب بعضهم الشاي
وشرب بعضهم القهوة أو شرب بعضهم القهوة. شكر إبراهيم حمدا على حسن ضيافته ودعا له بالخير، ثم استأذن وانصرف، واستأذن الجميع وانصرفوا. نعم، طبعا نحن لا زلنا على عهد قريب من الدرس الماضي. طيب الآن نريد، يعني من يقرأ لا بأس، من البنات أو من الطلاب. تفضل، من يريد القراءة، يعني على مائدة الطعام ثم مباشرة الحوار. تفضل. نعم تفضلي. على مائدة الطعام الحوار. وفي اليوم التالي أعد حمد وليمة كبيرة تكريما لإبراهيم، فاجتمع الأقارب والأصدقاء في حجرة الطعام. وضعت مائدة كبيرة في وسط غرفة الطعام، وصفت حولها الكراسي، ووضعت فوقها أصناف مختلفة من الطعام. أصناف مختلفة من الطعام. ووزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها. كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام كلحم الغنم والسمك والدجاج وأنواع من النشويات كالرز والخضروات كالفاصوليا الخضراء والبامية والملوخية. قليلا. تفضلي. وكانت السلطة من الخيار والخس والجزر والطماطم، ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهة كالبرتقال والتفاح والموز والعنب واليوسفي والبطيخ، فأكل الجميع منها وحمدوا الله. ثم شرب بعضهم الشاي، وشرب بعضهم القهوة. شكر إبراهيم حمدا على حسن حمدا على حسن ضيافته، ودعا له بالخير، ثم استأذن وانصرف. واستأذن الجميع وانصرفوا. طيب، من أخرى تريد؟ أنا أستاذ. تفضلي. على مائدة الطعام. وفي اليوم التالي أعد حمد وليمة كبيرة تكريما لإبراهيم، فاجتمع الأقارب والأصدقاء في حجرة الطعام. وضعت مائدة كبيرة في وسط غرفة الطعام، وصفت حولها
حولها الكراسي ووضعت فوقها أصناف مختلفة من أصناف الطعام. هو أصناف ليس فو أصناف فوق أصناف مختلفة من الطعام ووزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها. كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام كلحم الغنم والسمك والدجاج وأنواع من النشويات كالرز والخضروات كالفاصوليا الخضراء والبامية والملوخية. وكانت السلطة من الخيار والخس والجزر والطماطم، ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهة كالبرتقال قدمت يعني مسدود يعني في تشديد قدمت ثم قدمت عليها أنواع ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهة كالبرتقال والتفاح والموز والعنب ويوسفي والبطيخ. فأكل الجميع منها وحمدوا الله، ثم شرب بعضهم الشاي وشرب بعضهم القهوة. شكر إبراهيم حمدا على حسن ضيافته ودعا له بالخير، ثم استأذن وانصرف واستأذن الجميع وانصرفوا. طيب، من الطلاب؟ أنا يا زيد. تفضل، ما اسمك؟ الفريزي يا زيد. الفارزي. طيب اقرأ. على مائدة الطعام الحوار. وفي اليوم التالي أعد حامد ولمة كبيرة حمد تكريما ليس حميد، حمد. أعد حمد ولمة كبيرة تكريما لإبراهيم. فاجتمع الأقارب والأصدقاء في هجرة الطعام. وضعت مائدة كبيرة في وسط غرفة الطعام، وصفت حولها الكراسي، ووضعت فوقها أصناف مختلفة من الطعام. ووزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها. كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام كلحم الغنم والسمك والدجاج وأنواع من النشويات كالرز والخضروات كالفاصوليا الخضراء والبامية والملوخية. وكانت السلطة من الخيار والخس والجزر والطماطم، ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهة كالبرتقال والتفاح والموز والعنب واليوسفي والباطخ. فأكل الجميع منها وحمدوا الله، ثم شرب بعضهم الشاي وشرب بعضهم القهوة. شكر إبراهيم حمدا على حسن ضيافته ودعا له بالخير، ثم استأذن وانصرف واستأذن الجميع وانصرفوا. نعم. طيب، هل هناك طالب آخر يقرأ؟ أنا أستاذ. من؟ مجدد. مجدد، نعم، تفضل. على مائدة الطعام الكلمات مباشرة مباشرة. وفي اليوم التالي. وفي اليوم التالي أعد حمد وليمة كبيرة تكريما الإبار تكريما لإبراهيم تكريما لإبراهيم. فاجتمع الأقارب والأصدقاء في حجرة الطعام. وضعت مائدة كبيرة في وسط غرفة الطعام، وصفت حولها
الكراسي ووضعت مر ووضعت ووضعت فوقها أصناف مختلفة من الطعام أوزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام كلحم الغنم والسمك والدجاج أنواع من النشويات كالرز والخضروات كالفاصوليا الخضراء والبامية والملوخية. وكانت السلطة من الخيار والخس والجزار والطماطم ثم قدمت عليها أنواع من الفاكهات كالبرتقال والتفاح والموز والعناب واليوسفي والبطيخ فأكل الجميع منها وحمد الله ثم شرب بعضهم الشاي وشرب بعضهم القهوة شكر إبراهيم حمدا على حسن ضيافته ودعا له بالخير ثم استأذن وانصرف واستأذن الجميع وانصرفوا. طيب بارك الله فيكم الجميع الذين قد قرأوا. والآن يأتي دور ماذا نسميه؟ إسراء الرصيد، إثراء الرصيد اللغوي. طبعا على مائدة الطعام. طيب مائدة، من يعرف مائدة؟ مائدة، ماذا نأكل مائدة؟ مكتب أو طاولة. على مائدة الطعام يعني على طاولة الطعام. نعم، طاولة كذلك نسميه مائدة. طيب بعد ذلك فنأتي بمائدة الطعام يعني الخوان الذي عليه الطعام والشراب. الخوان. طيب قدم المائدة للضيوف يعني الطعام، قدم الطعام. وأيضا هناك عبارة جلسوا للتفاوض حول مائدة مستديرة. إذن هناك مائدة مستديرة كذلك، ليست طويلة لكن مستديرة. نعم. طيب ثم نأتي إلى كلمة تكريم. طيب من يعرف معنى تكريم؟ كرم يكرم تكريم تكريما. ماذا مرادف؟ احترام. إكرام كذلك ممكن، أكرم يكرم، لكن من كلمة وحدها لا. طيب شرف.
شرف يشرف تشريف، يعني شرفتني يعني كرمتني كرمتني. أقام حفلة تكريم على شرفه، يعني حفلة حفلة تقام، حفلة تقام على شخص تشريفا له وتنويها به. طيب هناك من يريد أن يرفع طاعة، يرفع من يرفع يده؟ طيب على يريد أن يدخل، كان قد دخل. طيب تكريم، إذا تكريم تشريف مباشرة. يا أخي شرفتني، مثلا أنت شرفتني بذهاب أو بزيارتي، وعندي أختي شرفتني شرفتني بزيارة أو كرمتني بالزيارة. طيب صف يصف، من يعرف يذكر؟ لا بأس. صف يصف، رتب يرتب. نعم رتب، رتب ليس رتب، رتب يرتب ترتيب. وأيضا نظم ينظم تنظيم. وصف التلاميذ يعني انتظموا في صف واحد. نعم هذا بيان حتى نكون يعني عندنا مفردات كثيرة. طيب صف قدميه في الصلاة، صف قدميه في الصلاة يعني جمعها جمعها. صف سيارته في المرعب، ركنها أو دعاها فيه. وصف الطائر بسط جناحيه في الطيران ولم يحركهما. طيب الآن كراسي معروف، كراسي جمع كرسي، جمع كرسي كراسي. ومرادف ما مرادف الكراسي من يعرف؟ تفضل، من منكم يعرف مرادف كراسي؟ لا أحد يعرف الكراسي؟ كرسي، مقاعد. مقاعد، مقاعد، نعم صح، مقاعد. مقعد، مقعدان، مقاعد. طيب وزع يوزع، أنا وزع قسم، قسم يقسم، أو فرق يفرق، يعني وزع يوزع. طيب نقول مثلا وزع الصحف، لكن هنا وزع الطعام، في الناس وزع الطعام. الآن وزع الصحف يعني فرقها على القراء بالباء أو بالاشتراك. طيب حافلة مليئة، إذا نقول حافل مليء، هذا حافل. نقول اجتمعوا في جمع حافل، يعني عدد الحاضرين فيه كثر، فيه كثر يعني فيه كثر يعني كثير، جمع كثير حافل، حافل بمعنى مليء وأيضا كثير. فنقول كانت السوق حافلة بجميع أنواع الخضر والفواكه، بها كل الأنواع جامعة لها. إذن أيضا جامعة لها كذلك، حافلة جامعة يعني مالية. بعد ذلك الفاصوليا، الفاصوليا يعني لومبيا، نبات، نبات يعني لومبيا. ولومبيا يعني بقلة زراعية من فصيلة القرنيات، تطبخ لثمارها وحبوبها، وتسمى أيضا فاصوليا بيضاء، فاصوليا بيضاء تؤكل حبوبها، وفاصوليا خضراء تؤكل قشرتها وحبوبها معا. طيب البامية، خلاص بامية يعني نبات يؤكل ثماره مطبوخا. طيب من يريد دخول؟ طيب
طيب بعد ذلك بامية. بامية هنا بقلة من الخضر الزراعية من فصيلة الخبازيات، لها لون أخضر وتزرع في بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي التي يسميها أهل المغرب ملوخية. يعني أهل المغرب يسمونها ملوخية، وتأتي بعدها ملوخية. والملوخية طبعا من النبات من فصيلة الخبازيات، من أصل هندي، أوراقه خضراء، يستهلك كثيرا بمصر وبعض بلدان الشرق، يذبح بلحم البقر أو الأرانب، والملوخية تطلق في المغرب على ما يدعو المشارقة البامية. نعم البامية. خشن، خس من النبات كذلك، وهي بقلة من فصيلة المركبات، لها أوراق عريضة ملتفة على بعضها مختلفة الأنواع. حضرت سلطة خس متبلح، إذن هناك يعني سلطة خس، يعني سلطة مثل لغتنا نحن. طيب الجزر، ما هو الجزر؟ بالإندونيسية معروف، لكن نبين بالعربية. بقلة من فصيلة الخيميات، برتقالي اللون، يؤكل مذبوحا أو نيئا، يعني نيئا يعني لم يطبخ، ويشرب عصيره، يعني عصير الجزر أيضا ممكن يصير الجزر. نعم. طيب بعد ذلك ماذا؟ الموز. موز شجر من فصيلة الموزيات، ينبت في البلاد الحارة، يعطي فاكهة الموز، وهي طويلة لها قشرة صفراء ثخينة ملساء، يعني ملساء، ما تعرف ملساء، ثخينة ملساء، ومادتها نشوية. نشوية هنا بعدين نشويات، يعني نشوية مثل دقيق، برتبون. ثم البرتقال، شجر من فصيلة البرتقاليات، من الحمضيات، ثماره لذيذة وكروية الشكل، كروية مثل كرة، ذات لون أصفر مائل إلى الحمرة، يتضمن فيتامين، طيب عنب، ما هو العنب؟ المعروف جمع أعناب، ثمر الكرم، ثمر الكرم، ويكون أبيض اللون أو أسود أو أرجوانيا، يصنع منه الخمر وبعض المربيات بالسكر، يعني الخمر يصنع من العنب كثيرا. طيب وتفاح، تفاح جمعها تفافيح، شجر من فصيلة الورديات، يعطي ثمرا كروي الشكل، لونه أحمر قاتم فاتم أو قاتم مفتوح، وبعده أخضر مائل إلى الصفرة. يوسفي، يوسفي يعني فاكهة من فصيلة الشذابيات، يشبه في تركيبه ومذاقه البرتقال، يعني قريب يعني ماذا ذوقه أو مذاقه يعني البرتقال، وهو أصغر منه، أصغر من البرتقال، حلو ومعطر، يعني فيه عطر، يوجد عطر، يعني حلو ومعطر. طيب ماذا بعد ذلك؟ بطيخ، بطيخ أو ماذا؟ نعم بطيخ. البطيخ، وفي القاموس بطيخ، يعني هناك بطيخ وبطيخ. فاكهة نباتية من فصيلة القرعيات، أنواعه كثيرة، كروي الشكل، له قشرة سميكة، ومادته خضراء أو صفراء،
وطعمه لذيذ، طعمه لذيذ. ونشويات في لغتنا نحن كربوهيدرات، كربوهيدرات. والسلطة سلط، هناك سلطة فواكه وسلطة خضار، سلطة خضار. نعم، إذن هذا بيان يعني الكلمات هذه، وإن شاء الله سأرسل هذه ماذا البيان هذا إلى المجموعة إن شاء الله. وفي هنا يعني في هذا الاستماع طبعا عن طريق السماع. طيب عندنا بقيت من الوقت ست دقائق، ولكن سنزيد، سنأتي مرة ثانية، ندخل مرة ثانية لدرس آخر. لا حاجة إلى ترجمة، لكن ندخل إلى درس جديد حتى نغطي جميع الدروس وننتهي، لأن في الأسبوع القادم من امتحان، يعني ماذا إدخال كتابة الأسئلة لمادة التعبير. طيب ماذا شفتم، ماذا نظرتم، ماذا شاهدتم إلى الصورة؟ طيب من يعرف ما هذه الصورة؟ نعم، الفاكهة. تفاح. هذا الأحمر، اللون الأحمر هذا ماذا؟ تفاح. إذا كانت واحدة أنا أقول تفاحة. طيب وهذا ماذا تحته؟ عنب. نعم، عنب وعنب. ثم هنا موز. موز، إذا كانت واحدة موزة. طيب وتحت الموز ما هذه؟ الجزر يمكن. الجزر، نعم، الجزر. ثم هنا ما هذه؟ ما له في لغتنا ماذا؟ ها؟ ما هذه؟ ممكن جوافة. جوافة؟ لا، ليس جوافة هذه. لا. طيب وهنا ماذا هذه؟ هذه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هذه ماذا؟ بابايا أو لا، أو مانجا، صح؟ يظهر أنه مانجا. طيب نعم، إذن عرفنا هذه والقصة وعرفنا، وبعد النهائي هذا انتهى، سندخل مرة ثانية. طيب نحاول الآن أن نجيب، فبعدين في الامتحان ممكن تحدث عن مائدة الطعام، مثلا جاءك ضيف أو صديق لك، ثم ماذا تحدث ذلك على مائدة الطعام مع صديقك، مع صديقتك، يعني إذا كانت يعني امرأة. نعم، فقد يكون يعني ماذا تعبير تحريري من هنا، من على مائدة الطعام، فتذكر بعد ذلك أنواع من هذه. نعم. طيب ثم ننظر إلى هنا. طيب أجب عن الأسئلة التالية من الناس، إذن أجب بعد أجب عن، لا تقول أجب الأسئلة، أجب عن الأسئلة التالية. طيب فارة ميسر، نحن سنذهب بعد ذلك وندخل مرة ثانية. طيب ماذا أقام حمد في اليوم التالي؟ ماذا أقام؟ ماذا أقام حمد؟ أجب هنا ماذا أقام؟ لكنه أعد وليمة، شوف وليمة مثل هذا، وليمة
ليمة كبيرة، لكن هنا نقول نقول يعني ما نسميه يعني مأدوبة، مأدوبة نقول مأدوبة، مأدوبة لا وليمة، وليمة يعني معروفة عندنا ماذا للعريش والعروس، صح؟ الوليمة، لكن هنا أيضا طيب، من دعي إلى الطعام؟ من دعي إلى الطعام؟ من؟ من دعي إلى الطعام؟ من حضر؟ إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم والأصدقاء. إذن كثيرون. طيب إذا نقول من المدعوون؟ من المدعوون؟ إذا كان لا نريد دعية، إذا كان لا نريد دعية، من المدعوون؟ من المدعوون؟ طيب أين وضعت المائدة؟ أين وضعت المائدة؟ في وسط غرفة الطعام. في وسط غرفة الطعام. في وسط غرفة الطعام. طيب كيف وزعت الأصناف؟ كيف؟ إذن كيفية، كيفية وزعت الأصناف من الأطعمة ماذا؟ مرتبا، مرتبة، منظمة. ولماذا وزعت بهذه الطريقة؟ لماذا؟ ليسهل تناولها، يعني الأصناف. أذكر بعض أنواع اللحم والنشويات والخضروات والسلطات التي قدمت. طيب بحاجة إلى المراجعة وإن شاء الله.